الحمد لله راه باقي في السريه، كما كان السريه ديال بحثكم قلت لكم كل شيء، ولكن موضوع الشهود الادلاء بالشهاده ديالهم امام السيد قاضي التحقيق، وطلعنا انا والاستاذه زين خيار والعند ديالي عند السيد الوكيل العام انتداب الفرقه الوطنيه ان شاء الله باش تدخل على الخط ديال الدرك الملكي. المحكمه صنفتها في 2021 على انها جريمه قتل مع سبق اصرار وترصد، ماشي غير انا او راه غنتشبت حتى الاخر، انا عندي اليقين على انها جريمه قتل. الدعوة ضد الاطراف اللي هما عارفين راسهم، لولا سريه البحث كنت عاودت لك كلشي. واخا مقرر ملائي ولا تخرج الموضوع من السريه ونشارك معكم هادشي ان شاء الله. في اطار البحث باقي لحد الان باقي كلشي اللي كيجي يحضر باقي غير شاهد، مازال ما عندوش لقب متهم باش نخرج انايا نهضر عليه. كانت تهديدات وكانت عروض وعمليات صلح في الكواليس، احكي لنا عنها. وتقدموا للصلح وما بغيت الصلح، ومن بعد الصلح التجاوا الاساليب الاستفزازيه اللي زعما باش نخرج نعتذر للطرف الاخر ونبعد على الموضوع، وانا راه ما غنبعدش على الموضوع. راه صنفاتهم الاستاذه زين بخير انهم 10 15. كان شي عروض مغريه في الاول امام هذه راه جريمه قتل، التعرض ما غيكون مغري امامها. واخا شنو كان الناس اللي كانوا تيعترضوا مع التصريحات اللي خرجت الاعلام؟ الناس اللي كتعترض تنتقد صراحه الله يجعلهم يكونوا بلاصتي باش يعرفوا لي علاش كنهضر، واخا انا حتى واحد ما نبغيه يكون في بلاصتي ويحس بهادشي اللي انا اللي كنحس به، وانا انت شوف ولدي انا خليته كيبكي انا راه تحت واحد الضغط راه ربي اللي عالم به، ما بين امي وما بين با وما بين ولدي وما بين كيما عندي ما ندير. كيقولوا في الكواليس بان الموضوع فيه موضوع ديال الارث. اش من الارث؟ كون بغيت الارث نمشي لعند رئيس المحكمه للمحكمه الابتدائيه ونطلب بحقي في الارث، غنطلب بحقي في الارث بطريقه شرعيه وغناخذو، غنجي انا نعرض راسي للمساءله القانونيه على 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 الحاجه بايخه. واخا تطورت دابا شنو كاين بعد؟ تطورت باقي الشهود اللي غادي يجيو باش يدليو بالشهاده ديالهم، وغادخل الفرقه الوطنيه على الخط للدرك الملكي. صنفت المحكمه في 2021 لانها جريمه قتل مع سبق اصرار وترصد ضد مجهول، وباقا هذه مسطره باللي كاينه من 2021 هي اللي باقا دابا القتل ضد مجهول. ضد مجهول كل مجهول احنا كنعرفوه. لا ما كاينش تناقض، انا من نهار خرجت الاعلام وانا كنخرج بنفس السيناريو، علاش؟ حيت هذيك راه حياتي انا حفظتها، هذاك الشيء هذيك واحد المآسي انا عشتها كيفاش غننساها؟ ردوا 30 عام وغتلقاني باقا كنهضر. مصنفاها المحكمه ضد مجهول من 2021، راه من 2021 دابا حنا في 2024، ظهروا بزاف ديال المعطيات جديده، بزاف ديال الادله جديده اللي المجهول ما بقاش مجهول ولا معروف، غير نتوما مازال ما شايفينش. لا الحمد لله ما مأثر لي على حتى شي حاجه، انا غير مع الحق وكنجري على الحق الحمد لله، كنحس براسي راه انا الحمد لله، وتا صبري قوي وايماني الحمد لله قوي، ربي باقي موقفني على رجلي الحمد لله. لا ما تنظلمش ما كنظلمش. تم الاستدعاء ديالهم باقي دابا يلاه شي 6 باقي ان شاء الله باقي. كو يقول لي بغا واش انا امام جريمه قتل خصني نجيب البحق، غنبقى انا عاد نتسنى نجاوبو هو ولا نجاوب شي حد ما نجاوبوش، خليه اللي بغا يقول شي حاجه يقول. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.